أسعد الله أوقاتكم متابعي قناة جو وأبدع. كيف حالكم أصدقائي؟ في فيديو اليوم بداية كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الفطر السعيد اللي هو اليوم الرابع، وإن شاء الله ربي عقبال ما نلتقي في عيد الأضحى. أكيد إحنا مستمرين. أكيد في فيديو اليوم راح أكون برسم شخصية أوبيتو. طبعا أوبيتو هي بناء على الطلب، وأنا شخصيا يعني هاي الشخصية بحبها كثير. أحزنتني جدا جدا من ضمن أتعس ماضي في حياة أوبيتو، يعني عن جد خاضها وعايشها، وبيسعدني كثير كثير أني أرسمها في قناتي، وبيسعدني أنه كمان أنتوا ترسموها وتستفيدوا. هاي الرسمة طبعا منيحة جدا جدا للمبتدئين، تصنف للمبتدئين، للي حابب يتعلم الرسم ابدوا معاي خطوة بخطوة في رسم هاي الشخصية، لأن راح أرسمها بطريقة مبسطة وسهلة وما فيش فيها لا تفاصيل كثير ولا، فهي عبارة عن رأس فقط وقطعة ثياب، كب بقطعة ثياب فقط، يعني زي ما أنتوا شايفينها بالصورة. طبعا كالعادة بداية بكون برسم خط أولي. الخط الأول اللي هو هذا عبارة عن تحجيم خط العيون. سبق وأجاني سؤال أنه أنا بعاني من دائما، يعني بجيب كراس كبير بس دائما بعاني برسم الوجوه، دائما بتطلع معي صغيرة، شو الحل؟ الحل عزيزتي هو الخط الأول. وشوفي حجم الخط الأول اللي عملته في كراس رسم ثلاث الكبير، تعمليه بهذا الحجم وبتحاول تكبر بقدر المستطاع. هذا الشيء بده استمرارية، يعني من خلال تعليمي، يعني أنا بصراحة التقيت في طلاب من هذه النوعية، لكن كل مرة كنت أحكي كبر كبر، حكي لي هيك لأ امسح كبر كبر، يعني مثلا بعمل خطأ ولا برسم عينين صغار، لأ كبر. هذا أنمي، لازم نعرف أن الأنمي بيمتلك عيون كبار مش عيون صغار طبعا زيادة عن اللزوم. أهم شيء يكون ابعاد العينين عن بعض بطريقة ملائمة زي اللي انتو شايفين بالصورة. ثانيا نرسمه بخط خفيف، دائما ارسمه بخط خفيف، ما تثكلوا ايدكم بالقلم. اي حدا بثكل ايده بالقلم اعرفوا انه رح يعاني من المحي، بالاخص لما بده يصير يصحح الاخطاء، لانه الخط بكون غامق ومعلم، فلازم تخففه. طبعا اثناء الحديث قمت برسم العيون زي ما انتم شايفين. طبعا عيون الاوتيا بتعرفوا كيف، يعني عنده العين هاي العين البنفسجية اللي والله حتى زمان ما حضرت ناروتو هيك، بس يعني لو اشوف لمحة يمكن ترجع ذاكرتي شوية، اللي هي هذه هاي الرسائل، عفوا شو اللي بحطها، الشارينغان يا ربي، الشارينغان، وهذيك الرينغان اللي جنبها اكيد الرينغان. طبعا أوتيا أوبيتو مش مدرة، خلينا نقول هو كان بين الحياة والموت، كان من ضمن الثلاثي أصدقاء إيتاتشي طبعا، فكانت معهم أيضا بنت، هاي البنت كان يحبها، هي شخصية أوبيتو هذا اللي أنا كانت برسم فيه من الطفولة كان يحبها، ف حصل معهم مواقف يعني بتعرفوا قتالية ومهمات، كان قائدهم هو والد ناروتو. طبعا بتمنى يعني اللي ما حضر ناروتو ما حركش عليه، يعني فوقعت صخرة على وجهه صغير، انشطب نص وجهه فمات، هو توفى يمكن أو كان بين الحياة والموت، انتعش بطريقة غريبة، والسبب انه سبب نعشه هو أوتيا مادارا، يعني أوتيا مادارا هذا المشهور اللي له معجبين كثار اللي ياما، كمان انا بعرف التعليقات كتبتوا له ارسمي أوتيا مادارا، معني انا رسمته في قناتي بس رسمته زمان، بيسعدني ان ارسمه كمان مرة، بس شعره كثير بغلبني يا جماعة الخير من ناحية التلوين الاسود، يعني التلوين الاسود بتغلب فيه إن كان باستيل أو إن كانت ألوان خشبية عادية. الألوان الخشبية العادية بصير إيدي توجع إذا بلون بلون خط أسود لأنه بينمسحش، بس بينما بالباستيل بقدر أمسح في صباعي، فهذا الشيء بسهل كثير كثير اللي هو لكن بدي أكون حذرة إني ما أوسخ الورقة، يعني تخيلوا فحم فحم فحم. تمام. أثناء الحديث قمت برسم ملامح وجه أوبيتو زي ما تشايفين، ملامح خفيفة، مش هال بكون برسم هسه النص الوجه، طبعا اكيد منطقه الفك السفلي راح تكون مغطيه بالكبه اللي لابسها، اللي هي كبه الوتشيا هاي اللي بلبسوها في عشيرتهم، في عشيره الوتشيا، حتى ساسكي يعني لبس زيها.
تمام هيك قمت برسم جوانب الوجه بهذا الشكل. بكون برسم سوالف الشعر عن الجوانب عشان أكون برسم الأذنين. دائما يعني ما بتبان الصورة بلا ما تكمل، بس تكمل الصورة بالشعر بالأذنين بتبان معانا 100% إن شاء الله. طبعا هنا رسمت الأذنين، شعرت أني طولت الأذن، هنا بكون بتقصيرها، بتقوم بتقصيرها من الأسفل، أيوة بهذا الشكل بقصرها. شايفين مهم جدا الدقة مشان تكون الصورة 100% زي ما أنا شايفها بالصورة. طبعا أنا أثناء الرسم بنقل أزيد من صورة، يعني مش بصورة واحدة، يمكن بيعجبني بطريقة تلوين صورة ثانية، يمكن بيعجبني طريقة تظليل صورة ثانية لقدام. بوازن الأذنين مع بعض، بخلي الأذنين دائما يكون المتوازيات جنب بعض. حابب هسا أذكر بس بشغلة لجميع اللي بطلبوا مني، أنا بقرأ طلباتكم وبشوف أنتوا شو بدكم ترسموا، بشوف شو، بس أنا يعني بحاول على قد ما أقدر أني أنفذ جميع طلباتكم. يعني بالنهاية أنتوا ما شاء الله عشرات الطلبات بتوصلني باليوم، فإن استمريتوا بالقناة إن شاء الله ظلكم ذكروني، وين ما عيني تيجي على تعليق إن شاء الله برسم الشخصيات. بالنهاية يعني كل شخصية برسمها أنتوا بتختاروها بيرسمها عشرات عشرات الطلاب أو عشرات الفانزين بيرسموها وبيتعلموا منها، فهذا الشيء جدا بيسعدني. وبتشكركم كثير كمان على هاي الطلبات اللي بتطلبوها مني، لأنه في كثير غيركم كمان بيستفيدوا أكيد. يعني أنت يعني أي حدا بفكر أنه مثلا لا والله هذا طلب هو الصورة، هذا الشخص هو اللي طلب هو فقط يرسم، لا مش هو فقط يرسم، في عشرات بل مئات المشتركين يقومون برسم الشخصيات اللي حتى أنتوا بتختاروها للقناة. وشخصية أوتشيا بيتو اللي أنا قاعد برسم فيها حاليا، زي ما أنتوا شايفين طريقة أسلوب الشعر اخترتها من صورة ثانية مش من نفس الصورة اللي أنا برسم فيها، حبيت الشعر يكون متطاير هيك بيعطي جمالية أكثر للصورة بهذا الشكل. بتمنى أنه يكون الخط الواضح، يعني تغميز الكاميرا طنشو، بس في ناس يعني سبحان الله يعني قد ما يعني بحاولوا أنهم يستفيدوا من المحطة قد ما بحاولوا برسموا. حتى في بعض الفانزين بعثوا لي رسائل ما شاء الله راسمين كل محطته، راسمين كل المحطة ومخلصين كراسات رسم معي كمان. كل الاحترام يعني عن جد شكرا كثير كثير لكم، وبتشق يعني أنا يعني بشعر أني قدمت شيء الصراحة يعني. تمام أثناء الحديث قمت برسم زي ما شايفين بلشت تبين الصورة، قمت برسم حواف الرقبة. هسا هانا بدي أكون برسم الكبة. هسا هذا ركزوا لي، هانا هذه الكبة رقم واحد، هذه الكبة رقم واحد، رح أرسم كبتين أنا. كبة رقم واحد اللي هسا رح أرسمها زي ما انتوا شايفينها في الصورة هانا. طبعا هذه فيكم ترسموها هيك كمان، كمان هان في شوية شعر تحت الأذن هيك مديتهن، سهلة جدا. شوفوا مسهلها ولا شيء، سهلة جدا. هاي هذه طريقة رسم لرسم القبة سهلة جدا. تمام بقوم برسم الأكتاف بهذا الشكل زي ما انتم شايفين بهذه الطريقة. بقوم هنا بمسح الخطوط الأولية بهذا الشكل. هسا مشان أكون برسم التشوهات الموجودة على الوجه، طبعا هو التشوهات هذه اللي هو قوة عايشة جواه، يمكن كان نص وجهه نص جسمه حتى مهشم، لكن في تقنيات بت زي ما بيقولوا شو بنقول عنها هذه بتقوم الجثث يعني، او ومنها أوتشيا مادارا. أوتشيا مادارا أوتشيا أوبيتو قصدي، كان يمكن كان عايش يمكن، وانقذوا مادارا من خلال الاتباع اللي كانوا يتبعوه. انا الصراحه نسيت شو اسمه هذاك اللي هيك بيكون سكن بيطلع من تحت الارض، كان بترميم عظامه وكان بترميم الوجه نص الوجه عند أوبيتو بعد ما تهشم تحت الصخرة وهو صغير، وشكت عينه الثاني. طبعا الكل بيعرف هي شكت عين إيتاتشي، كاكاشي قصدي إيتاتشي، بتخربش بين أسميهم. إيتاتشي هذا أخو ساسكي. تمام زي ما انتم شايفين هسه هانا مش مذكرين لما قلت كبه رقم واحد، هسه هان كبه رقم اثنين. انا بسرع الفيديو شويه عشان اعمل كبه رقم اثنين. عملت هيك زي حركه في الكبه بهذا الشكل زي ما انتم شايفين، بعرفش حبيت هذه الحركه ازيد، هذه كبه رقم اثنين. بتقدروا تخلوها زي ما باكت قبل، بس يعني ما حبيتش اقطع الفيديو هانا، قلت لا والله والله لا اعمل هيك، هيك حبيت هذه حركه الكبه. هسه هانا انتقلت لمرحله التخطيط، بكون بتخطيط الصوره شوي شوي وبالتركيز.
كيف بنبدأ تخطيط ومن وين ببلش؟ بنبلش من 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 وين ما بلشنا نرسم، من عند العينين، عينين، مناخير، فم، وجه، أذنين، هيك بالترتيب عشان ما تتوهوش كمان. ديروا بالكم التخطيط بتوه مرار. رسمت طبعا العين، عين الشارينغان، وهسا عين الرينغان الثانية، هذه عين اللي بتعمل تنويم مغناطيسي بتفوتهم في عالم بصيروا يحلموا فيه. تمام، هيك رسمت الفم، هيك رسمت الشعر زي ما انتو شايفين بهذا الشكل، بمد كافة خصل الشعر، بقوم بتخطيط الأذنين، يعني أسلوب الشعر اللي أنا بخطط فيه بيختلف تماما عن الصورة الموجودة. إجر ابني بينت في الفيديو، تأخذونيش يعني، شوفوا يعني عن جد لما بدي افتح قناة يعني لا، اتحملوني شوي، ولادي بدشروني في حالي. حتى مالك كان في الكمبيوتر قاعد بغرفته، شافني برسم في أوتيا أوبيتو وحط كراسه قاعد يرسم معي، وأنا قاعد حاليا بمنتج في الصوت هسه بالضبط الساعة 3:26 الصبح، الفجر في نص الليل يعني، وأنا حال في يمين ناذر نذر إني ما أنام إلا عبين ما أصور ومنتج فيديو وأنشره. خلاص كل يوم المحطة لازم تنشر فيديو، خلاص حاطط في راسي هدف، أنا هدفنا إن نوصل القناة 100,000 مشترك، وكمان يزيد التفاعل والاستفادة، لأنه عن جد في كثير ناس بيستفيدوا، في كثير بيبحثوا، في كثير، فبتمنى انه ان المساعدة هذه توصلهم، اللي هي مساعدة تعليم اسلوب الرسم. اثناء الحديث قمت بتلوين الباستيل لوجه أوبيتو زي ما انتم شايفين، الباستيل القمحي طبعا، قمت باستخدام اللون البني المحروق ومسح شوي من الباستيل من اتجاه المنطقة المحروقة عنده. هسا انا بكون بتلوين لونت عين الرينغان، وانا بكون بتلوين عين الشارينغان. طبعا تلوينه سهل وبسيط، انا بسرع الفيديو بالتلوين لاني زي ما ذكرت انه التلوين مش بالضرورة اني يعني الون شوي شوي، انا بشرح هيك على السريع التلوين. استخدمت الباستيل الاسود، ضربت في الباستيل الاسود جميع الشعر، انا بحب دايما الشعر بالاخص الاسود اضربه في الباستيل عشان امسح في صباعي لانه بدي نسبة سواد عالية. بمسح ذياله طبعا بالمحاي وبضيف باستيل لونه اسود اسود هيك مشان يعطيني اسود اسود كثير يعني غامق، وبعطيه رشه طبعا. هسه كمان برشه، في معي رشاش هاي شايفين، برش فوقه عشان ينشف ما يطبعش، وببدا اخطط فيه من الحواف زي ما انتم شايفين، بخطط وكافه الصوره بخططها بالحواف اللي هو بقلم خط ميديوم طبعا عشان تبين وتبرز معي الرسمه. بقوم باستخدام اللون السكني الفاتح جدا، وبقوم بعمل ضرب شعرات بهذا الشكل عشان يبين معاي في الصورة. بستخدم اللون السكني وبلون في داخل الكبة اللي لابسها، وهذه منطقة واسعة وكبيرة، بستخدم إذن طبشورة الباستيل وبقوم بضرب كافة اللبس اللي لابسها في الباستيل بهذا الشكل، عشان هيك أنا بعشق الباستيل، هيك بعبي بعطي صب للون. وبستخدم اللون الأسود عشان يعطيني تظليل زي ما انتو شايفين، بستخدم هيك لون أبيض بس لشوية لماع خفيف على التيشيرت اللي لابسه، برش هبه في البخاخ، وبعدين بقوم بتخطيطها. اللي بحكي لي شو البخاخ هذا اللي بترش؟ هذا البخاخ برشه كمان فوق الألوان الفحمية عشان ما تطبعش عشان ما توسخش وظل الصورة هيك نظيفة وبأمان. تمام، أنا هيك وصلت لنهاية الرسمة، بتمنى إنها تنال إعجابكم، وهي يا صاحب الطلبية نفذنا لك طلبيتك اللي أنا كنت من قبل أصلاً مخطط إني أرسمها، وبسعدني يا مبتدئين إنكم ترسموها، وبتمنى إن أشوف رسوماتكم فيها. ما تنسوا الإعجاب والاشتراك في قناة درو وأبدع، خلينا نقدم لكم كل ما هو جديد، ولجميع اللي بطلبوا مني أنا مش ناسيكم، أنا كل يوم بتطلع التعليقات، القناة مستمرة وأنا واحد وإنتوا مئات، وإن شاء الله بنرسم جميع شخصياتكم، وسلام.